السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا جات لي دعوة إن أنا أجرب ديل إي اللي هو ذكاء صناعي بيخليك أنت تقول له على الحاجة هو يبدأ يبتكرها، فهقول له جيت ستارت، بينبهني لبعض التنبيهات زي إن ما تشيرش حاجة تكون فيها صور أشخاص من غير إذنهم، ودي الاستعمال الشخصي، ما تقعدش تعمل NFT وتكسب منه فلوس، وان اي حاجة بتنتج تبقى تابعة للاوبن اي اي. اوكي، فانت المفروض بتكتب بقى انا عايز اشوف مثلا مثلا كلب في الفضاء، واحد كذا يعني، بتبدأ تقول له اي حاجة وهو يبدأ يخترعها، مثلا كاتس درينك كوفي، تمام، ونقول له جنريت. هي حاجة رخمة شوية وصعبة شوية، هو مش بيدور على النت على صورة، لا هو بيخترع هو الصورة، هو بينشئ هو الصورة. ما شاء الله، صور حلوة، تمام. هي دي بقى الفكرة من البرنامج دوت. تمام، لاحظ انها مش مرسومة، مش موجودة عندي في قاعدة البيانات. تمام، انا شايف ان دي حلوة. طيب ممكن نخترع ايه تاني؟ مثلا ممكن نايت، النايت فارس بالليل او فارس بلا جواد، بس فارس بلا جواد هيجيب لك اي فارس وخلاص معنا، ماشي. فخلينا نشوف. ده مثلا حد كان، ده مثال كان حد عملها، ان حد طلب جيب له فارس في الفضاء او رائد فضاء راكب حصان في الفضاء، تمام. ففعلا عمل لك شويه اهو فرسان بالليل موجودين بالليل، وهكذا بقى. انت مثلا بتخيل ديناصور مثلا بيلعب مع، بلاي فوتبول مثلا، واقول له ايه جنريت، يجيب لك بقى ديناصور وحطه معاه كوره مثلا. الصور اللي قبل كده موجوده اهي، حط له اهو ديناصورات بتلعب كوره بالشكل ده، يمكن هو ده الشكل اللي عجبني شويه فممكن اسيبه، تمام. فلا تخافوا من الذكاء الصناعي، ولكن ابدأوا بتعلموه.